सही है। फाइनल राउंड है, इसमें बहुत बारीक बातों पर, झिझक पर, अटक पर गौर किया जाएगा और इसमें सवालात और थोड़ा सा भारी बनाए गए हैं। तमाम चीज़ों का लिहाज करते हुए पढ़ें। माशाल्लाह, मेरा दिल तो ये कर रहा था कि सभी के सब फाइनल में हों और सभी को वो इनाम दिया जाए जो पहली पोजीशन वाले का मुतय्यन है। आप में से और आप में से हर एक के उस्ताद की इतनी मेहनत है कि हर एक को अगर उम्रा भी कराया जाए तो वो भी कम है, लेकिन एक निज़ाम होता है उसके तहत कुछ ना कुछ को तो हमें कमी बेशी निकाल कर कम नंबरात में कमी करनी पड़ेगी। कमी करते करते भी वो 14 वो हैं जो बिल्कुल टॉपर हैं। माशाल्लाह, शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا دوبارہ بولیں ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يناديهم فيقول أين شركائي ويوم يقول نادوا شركائي الذين ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أن ठीक है, पढ़िए। बिल्कुल सही पढ़ा आपने। वरा अल मुजरिमून गलत हो गया। वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। नहीं, दूसरी आयत शुरू हो रही है यहाँ से। वलकद सर्रफना फी हादल कुरआन وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستبشروا غلط हो गया وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا دوسرا سؤال سنیے
اطمینان سے پڑھیے، گھبرائیے مت. پہلے راؤنڈ میں آپ نے بہت اچھا پڑھا تھا، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نعم أجر العاملين. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون. صدق الله العظيم. صدق الله. مساہم نمبر 48، یہ لے جائیے اپنا کارڈ مع لفافہ. مساہم نمبر 48، ہاں صحیح، مساہم نمبر 56 تیار رہیں ان کے بعد. بالکل آگے آ جائیں، آگے ایک سیٹ خالی کر دیں ان کے لیے. 41، چلیے یہ 48 ہیں، 48 ان کے بعد تیار رہیں 56. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. یہ سوال منزل نمبر 1، پارا نمبر 4، سورۃ النساء میں سے کیا گیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن.
الرحمن الرحيم. थोड़ा पीछे होके बैठो, माइक करीब हो रहा आपके ज्यादा. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. حسبك. دوسرا سؤال سنيه. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. يا سؤال منزل نمبر 3 بارا نمبر 13 سورة الرعد ما سكيا گیا ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة
والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع صدق الله العظيم. مساهم نمبر 56.